مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في ليله جديده من ليالي خيمه رمضان على قناه مصر الزراعيه. لسه مكملين اجمل ليالي، ليالي الشهر الكريم. للاسف الوقت الحلو بيعدي بسرعه، لسه ما لحقناش بنرحب بالشهر الكريم، ولقينا سبحان الله الايام عدت بسرعه. يا رب ان شاء الله يدينا ثواب الايام اللي جايه والايام اللي فاتت. يمكن اللي بيصبرنا انه خلاص احنا داخلين على العشرة الاواخر اللي فيهم ليله خير من ألف شهر. طبعا ليله القدر ربنا ان شاء الله يدينا ثوابها، ودايما تفضل النفحات والروحانيات الجميلة دي موجودة معانا كل يوم. وأكيد طبعا هنفضل طول السنة، مش بس في شهر رمضان الكريم، نسعى إلى الخير والمودة والرحمة، وإن احنا دايما بنتجمع مع بعض. والنهاردة طبعا على شاشة قناة مصر الزراعية هنتجمع معاكم مع أجمل ضيوف، وطبعا سعيدة جدا جدا بوجود زميلي العزيز طه معانا النهاردة. طه أهلا بيك، كل سنة وانت طيب. الله يخليك إسراء، كل سنة وانت طيبة وكل مشاهدينا بخير. مشاهدينا ناخد من كلام إسراء، مرت الأيام الحلوة والجميلة بسرعة، عدت العشرة الرحمة والمغفرة، يا رب اجعلنا من عتقاء النار في العشرة الأخيرة من الشهر الكريم. سيدنا العارفين بالله بيقولوا في الموضوع ده حدوتة جميلة خالص، لو حبيت تبني بيت في الدنيا فبيوت الدنيا محتاجة الفكر، لكن بيوت الآخرة محتاجة لذكر. يا رب اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصائمين القائمين، وتقبلنا يا رب قبول حسن. عندي خاطر كده في بالي طالع من قلبي، نفسي يعني ان شاء الله تعالى يكون في توافق كده. احنا بنبحث عن ليله القدر في المساجد، ده جميل. ليله القدر ربنا عز وجل بيخصصها لناس، بيديها عباره عن منحه لبعض عباده، لكن احنا عايزين نبحث عن ليله القدر في حته تانية خالص، نبحث عن ليله القدر في ضميرنا، نبحث عن ليله القدر في صله الرحم، في احترام الاخ والاب والكبير والصغير، نبحث عن ليله القدر في ان احنا نسد جوع حد جعان، نكسي حد عريان، نكفل يتيم. هو ده ليله القدر اللي احنا بندور عليه عشان الخير يعم علينا طول العام. مشاهدينا فقراتنا متجدده كالعاده في الخيمه في رمضان، معانا النهارده فقرات قويه بحجم وقيمه وقامه الضيوف وقوه وجمال الفكره. هنتطرق لموضوع حساس شاغل بالنا كلنا، بيهمنا، بيهم الغني قبل الفقير، هو غلاء الاسعار. هو الكل بيعاني والكل بيعاني بدرجات، لكن دلوقتي للاسف الكل يعاني بنفس التوازي. عشان كده يشرفنا ضيف ليه قيمه وقامه هنستفاد منه وازاي نطلع مع الازمه دي. ازمتنا العربيه اللي احنا بنتطرق ليها في الفتره الحاليه اللي فرضت نفسها، عايزين نخرج من المازق ده ازاي. هيكون معانا برضو خبير من منظمه العفو الدولي هيكلمنا عن ازاي نطلع من ازمتنا العربيه ونتوحد كصف عربي تاني. واخر فقره تاني معانا في الخيمه هيكون عنوانها طرب وطرب، نروق ودنا ونظبط كده حنا ونرجع للفن الجميل والفن الاصيل بعد الفاصل في الخيمه في رمضان. فقرات كثيره استنونا. مشاهدينا بنجدد بحضراتكم التحية في أولى فقرات الخيمة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن موضوع يهم الجميع، زي ما قلنا قبل كده بيهم الغني قبل الفقير، والكل على درجة مسافة واحدة قريبة، لأن أزمة والكل بيعاني منها، أزمة غلاء الأسعار بقت بعبع لينا كلنا. احنا الكل بيعاني، امتى هتنتهي؟ طب هي هتستمر أطول من كده؟ طب الأمر هيزيد سوء ولا في درجة مثلا حنية جاية علينا كمصريين؟ موضوع كبير وفيه حوادث كتيرة خالص، المفروض يعني نقف مع أهل الخبرة وأهل الثقة يدلونا إحنا ماشيين وهنوصل بينا المطاف والسفينة دي هتوصلنا لحد فين. زمان معايا حدوتة كده افتكرتها دلوقتي، سيدنا عمر بن الخطاب قال كلمة اتخذ منها أقوى النظريات الاقتصادية. كانوا راحوا للمسلمين قالوا له يا قد غلى علينا اللحم يا أمير المؤمنين، يعني سعر اللحم غلي علينا ومش عارفين نجيبه. قال ارخصوه، قال ليس نملكه، يعني هم مش بتاعنا احنا، ده بتاع الجزارين واحنا ما نملكوش عشان يرخص، فقال اتركوه فارخصوه. دي نظرية العرض والطلب، ان احنا كلنا ما بنعمل مقاطعة ومقاطعة مشروعة على حاجة غليت، ده بياخدنا الخطوة ايجابية لورا تاني بان نحقق المعادلة ما بين الموازنة الدولة وحوارات كتيرة خالص في الاقتصاد المصري. معانا النهاردة واحد من اهل الاقتصاد والخبرة، طبعا الكل بيتكلم
ليس الجميع خبراء اقتصاد ولكن الجميع يتكلم في مصلحة الوطن. عشان كده مشرفنا النهاردة في الخيمة في رمضان، قيمة وقامة هنستقي منه ومن خبرته ازاي نطلع من عنق الزجاجة ومن أزمتنا الاقتصادية. معالي المستشار عبد الفتاح سليمان المستشار قانوني والخبير الاقتصادي والمصرفي، شرفتنا فندم في الخيمة في رمضان. كل سنة حضرتك طيب. منورنا يا ست المستشار. طيب وحضرتك طيب وألف خير. واحنا لما جينا نفكر كده احنا يعني الناس قالت لك في أول 10 أيام من رمضان الأسعار هتكون مرتفعة شوية وبعدين في النص الثاني هنلاقي إن الدنيا هديت شوية، بالعكس احنا لاقيين بقى إن الأسعار لا تزال في ارتفاع وارتفاع جنوني كمان. ومؤشر الخطر اللي احنا عايزين نتكلم عنه والكارثي في حد ذاته انه الطبقه المتوسطه بقت بتأن مش بس الطبقه الفقيره. حضرتك بتصنف الاقتصاد المصري في المرحله دي اي تصنيف؟ وامتى ممكن ان شاء الله يرجع الموضوع الى ما هو عليه؟ مش هقول زي زمان ولكن يعني نقدر نقول ان هو في متناول الطبقه المتوسطه والفقير طبعا ياخد حقه. حضرتك الاقتصاد المصري دلوقتي يدوبك بادئ مراحل النمو الحقيقي. هتشوفي في السنة المالية الجاية إن شاء الله 17-18 نسبة نمو أعلى من الست سنوات اللي فاتت. ارتفاع الأسعار دي مشكلة مش من النهاردة، احنا طبيعي في رمضان الناس استهلاكها بيزيد، لكن ارتفاع الأسعار مشكلة بقالها عدة أشهر. ده حقيقي. سببها أمرين اتنين. الأمر الأول قلة الإنتاج، السلع لما تكون زيادة في السوق بيقل سعرها، لما السلعة تقل في السوق سعرها يرتفع، فعندنا مشكلة في كمية الإنتاج سواء الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي الخاص باستهلاك المواطنين. دي مشكلة. المشكلة التي لا تقل أهمية عنها مشكلة جشع التجار. امبارح كان في تصريح النائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بيقول ان السعر بيتحرك ما بين تاجر الجملة الى ان يصل المستهلك بزيادة 75%. ده رقم مرعب. مرعب جدا. ده مع الاخذ في الاعتبار انه مش حاسب ربح تاجر الجملة ايضا. فدول المشكلتين المؤثرتين في ارتفاع الاسعار. والمشكلة الأولى الدولة جادة في حلها بدليل مشروع المليون ونص فدان، ومش هيكفوا، احنا محتاجين 3-4 مليون أرض زراعية جديدة تستصلح وتزرع عشان تحدث عندنا وفرة تكفي المواطنين وتكفي للإنتاج. الجزء الثاني وهو الخاص بهامش ربح التجار، الدستور في المادة 27 بيمنع الممارسات الاحتكارية وبينص على حماية حقوق المستهلك، وعندنا قانون حماية المستهلك وقانون منع الممارسات الاحتكارية وحرية المنافسة. الدولة، أنا ما بقولش يا دولة حددي سعر المنتج، أنت فلاح بتزرع مش عايزين الدولة تحدد لك السعر، السعر انت بتصنع مش عايزين الدولة تحدد لك سعر المنتج بتاعك، انت حر. ودي آليات سوق. الجودة والسعر هم العامل اللي بيحددوا السعر. صحيح. المشكلة عندنا في هامش ربح التاجر. الدولة لحد الان ما قربتوش، يعني انا اقتصاد حر ماليش علاقة بسعر المنتج، يحددوا زي ما عاوز وفقا لآليات السوق، انما الكارثة كلها في هامش ربح التاجر، ودي لازم تحددها وملهاش علاقة بالاقتصاد الحر، ودي تطبيق أمين للدستور والقوانين إن نمنع الممارسة الاحتكارية. الممارسة الاحتكارية مش إن أحجب السلع عن الناس، لا، إن نرفع سعرها أكتر من اللازم. وده حله بسيط جدا. إحنا كنا زمان بنشوف سوق العبور يعلن يوميا عن أسواق الخضر والفواكه. التسعيرة بيعلن على الأسعار عشان الناس تبقى عارفة. أنا عندي جهاز التعبئة والإحصاء، يا سيدي الفاضل تعالى يوميا واعلن لي أسعار كل المنتجات في مصر من عند المنتج، عند الفلاح وعند المصنع، قول لي السعر ده كذا، وتعالى يا دولة اصدري قانون حددي هامش ربح التاجر
بما لا يزيد عن 30%، وفرضي عقوبات على التاجر اللي خرب ده، وقتها مش هنشوف هذا الجشع ونقدر نرفع المعاناه عن الناس. طب واختفت ليه يا سياده المستشار التسعيره الجبريه اللي كانت شغاله يعني زمان؟ بص هي في اواخر التسعينات تقريبا قانون حريه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه بيعطي الحق لمجلس الوزراء ان يحدد تسعيره لبعض السلع الاساسيه لفتره محدده. بيعطيه هذا الحق، لكن اللي انا شايفه ان مجلس الوزراء مش مع هذا الاتجاه. لا، انت السلع المهمه للناس حددها. طيب ما انت حددت سعر الخبز المدعوم 5 قروش للرغيف وانت بتدعمه، تعال ادخل يا مجلس الوزراء على السلع الاساسيه وحددها. بس في طرح تاني يا سياده المستشاره يقول لك يعني الدولار مش مستقر، فازاي انا احدد قيمه معينه او هامش ربح للتاجر والدولار اصلا مش مستقر، على اساسه هو يبقى فاهم انا النهارده هكسب كام او الشهر اللي جاي او خطه نجاحه؟ ما هيبقى فيه لخبطه ولا حضرتك شايف ايه؟ اقول لحضرتك الدولار بعد التعويم المضار بتاعه شبه مستقر والمتوقع ان ينخفض كلما زاد الانتاج بتاعك، وباذن الله بعد اكتشافات البتروليه الاخيره هيبقى عندك حصيله دولاريه، هيبدأ ينخفض سعر الدولار. ارتفاع سعر الدولار مرتبط بمدى مساهمتك في التجارة الدولية عن طريق التصدير، فكلما زاد الانتاج وصدرت هينخفض، وهو ثابت بقالنا حوالي سنة داخلين على سنة وسعر الدولار ثابت. ثانيا الدولار مش عامل مؤثر في كل عناصر الانتاج، في عناصر انتاج محلية ما بتحتاجش فيها مدخلات بتجيبها بالدولار. طبعا. طب احنا عايزين نفهم المواطن البسيط ايه مشكلة الدولار؟ يعني احنا كان عندنا قبل الثورة يمكن بيخش لنا كمية كبيرة جدا من الدولارات عن طريق السياحة، فاحنا دلوقتي السياحة الى حد ما في وعكة بسيطة، ولكن طبعا السياحة تمرض ولا تموت، واكيد صادراتنا ما بقتش زي الاول، فتأثرنا بقى الدخل طبعا بتاعنا من الدولارات قليل، وطبعا كتير عندنا من العاملين في الخارج كانوا بيحولوا دولاراتهم وغيره، احنا شفنا مشكلة تحويل الدولار وغيره. طيب المشاكل دي كلها المواطن حاسس بيها، ولكن لما يجي يقول لك طب انا لما اشتري حاجة بسيطة ملهاش علاقة بالدولار، يجي يقول لك عند بتاع الفجل يقول لك يا فندم لا ده الدولار غالي. طيب ايه حلقة الوصل ما بين العملة الصعبة وما بين المواطن البسيط اللي هو بيئن من المشكلة دي؟ هي الناس اللي مش فاهمة واخدها شماعة بتعلق عليها المشكلة. بعض مدخلات الانتاج او عناصر الانتاج اللي بتستورد من الخارج زادت سعرها بفعل ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية، لكن في عناصر اخرى في الانتاج ما بنحتاجش فيها اطلاقا دولار. والدولار يا ست الناس ده له موارد وله استخدامات، الدولة ينبغي أن تعمل جاهدة على زيادة الموارد من العملات الأجنبية. عندك التصدير مهم جدا، 2 السياحة طبعا والحلول المطروحة للسياحة بقالنا 3-4 سنين مش شايفين حل فيها، دي عاوزة حلول جدرية. يا تفتح الشباك يا تقفليه، يا تعملي السياحة احنا عاملين في ايه دلوقتي؟ لا هم فاتحين ولا هم قافلين، يا تعملي السياحة ما تعملي. يا ستي السياحة العربية وحدها قادرة على أن تحقق لك 900 مليون جنيه، يعني مش معتمدين على السياحة الروسية. ده في دراسة بتقول أن السائح العربي بيصرف قد السائح الأجنبي 10 أضعاف. أيوة يا سيد الفاضل، 10 وأكثر من 10. أنا ليه ما روحش سوق دبي فيها مقاومات سياحة، جو حر، أسعار مرتفعة جدا، ما فيش أماكن فيها زي مصر، ومع ذلك إقبال شديد عليها. ليه؟ لأنهم عرفوا يعملوا السياحة عندهم، عرفوا يعملوا السياحة وبيسوقوا لنفسهم. أنا عندي شرطة اسمها شرطة السياحة. لا، أنا أعملها شرطة خدمة السائح، ولا تهتم بشيء إلا بالسائح من يوم ما يدخل المطار لحد ما يرجع المطار، ومفيش أي جهة في البلد تتعامل مع السائح إلا شرطة السياحة وتبقى في خدمته. اشوف ايه متطلباتهم اعملها لهم، ولو نجحنا في ان احنا
نستحوذ على جزء كبير من السياحة العربية صدقوني مش هنحتاجها. طب سيادة المستشار، احنا كنا شايفين حاجة من الحاجات المستفزة جدا والمثيرة للإزعاج لكل المواطنين، مثلا في موضوع الأجهزة الكهربائية وغيره، في بعض الأجهزة اللي موجودة اللي ما تمش استيرادها بعد ارتفاع سعر الدولار، فجيء التاجر مش بس في الأجهزة الكهربائية، في حاجات كتير جدا هم اشتروا بالسعر القديم وجم باعوا للناس بالسعر الجديد، ولما الدولار انخفض برضو طبعا انخفاض بسيط وواهي جدا، ولكن قالك لا انا ماليش دعوة انا اشتريت بالسعر الجديد. هنا هنقول ضمير ولا هنقول انعدام ضمير ولا هنقول تغليظ عقوبات وتنفيذ القانون؟ حضرتك شايف الحل فين؟ في علم يا ستي اسمه علم إدارة السوق، ده معروف حتى في الدول الرأسمالية كبيرة. يعني الدولة تتدخل لتدير السوق، احنا ما عندناش هذا العلم. احنا اللي بيشتغل رقابيا على السوق جهاز واحد فقط، الرقابة الإدارية، وعدد أعضائها كان 500-600 فرد ما يكفوه، دول مفروض يبقوا 5000 شخص. التاجر بيستغل ارتفع سعر الدولار وهو شارف السعر الرخيص بيبيع لك بالسعر الجديد. طب بالعكس في اللي بيجيبه وبيخزن ولحد ما الاسعار تزيد تاني. التخزين لحين ارتفاع الاسعار جزء من الممارسات الاحتكارية. والإسلام حرام، الإسلام حرام، حرام انك تحجب السلع عشان يرتفع سعرها، والقانون جرامه بس ما بيطبقش. طب ده جزء، في جزء تاني بتبقى انت بتصرف موارد البلد في حاجة انت مستفزة، بتشوف استفزازك. انا بسمي السلع دي على المستوى الشخصي سلع حرق دم المصريين. انا ما استورد مثلا من 7-9 مليار سنويا اكل قطط وكلاب وشوكولاتات وباتيناش وفاتيناش وكلام كبير، الواحد يعني ساعات بتوتر. سيادة المستشار، هنا مش لازم يبقى لينا كدولة او خبراء او يعني واقفة نحد من ده؟ ما احنا بنعاني من ازمة الدولار وبنعاني من اقتصاد بيتراجع وخطوة وبيتقدم خطوة تانية وبنقول مشروعات كبرى، بس الناس مش حاسة بده وبتشوف غيظها بعينها. حضرتك شايف اقول لحضرتك الدولة خدت خطوات مؤخرا، انا كان من رأيي ان يمنع هذا الاستيراد السفهي نهائي. عيبها ايه البدلة المصرية؟ عيبه ايه القميص المصري؟ عيبه ايه المكب المصري؟ عيبها ايه الشوكولاتة المصرية؟ كل ما ينتج مصريا كان مفروض يقف. الدولة يعني على استحياء منعت بعض الحاجات ورفعت الجمارك على بعض الحاجات. شوف خدها قاعدة، كلما ادخرت عملة اجنبية بلدك هتنجح. هديك مثال، انا التقيت سنة 81 مع احد خبراء التنمية الاقتصادية اليابانية وتنابي، وده أستاذ في جامعة الطاقية، كان بيقول لي لما نيجي نرصف طريق 100 كيلو لو عاوزين نرصفه بسرعة هنجيب معيدة تكلفنا نص مليون دولار وهياخد 50 عامل وهنخلص في سنة. بيقول ما كناش بنعمل كده، نستخدم معيدة بدائية ونخلصه في 3-4 سنين ونستعمل 500-600 عامل ونوفر العملة الأجنبية. عشان كده عشان كده اليابان وقفت على رجلها. صحيح. فاحنا لازم كل ما ينتج مصري بلاش. هديك مثال بسيط، السنة اللي فاتت او اللي قبلها منعوا فوانيس رمضان. ايه اللي حصل؟ عدينا بالفانوس المصري وكان ليه بهجة، طلع فوانيس رمضان تحفة. بعد اجزاء مستورد من بره زي الاسطوانة اللي بتغني ولا بتاع، هيجي يوم من الايام هيصنعوها مش هيصنعوها. بس كل الناس، انا عايز اقول لحضرتك كل الناس كانت مؤيدة جدا الفكر ده وكنا مبسوطين. انا حتى شغل بقى الارابيسك رجع تاني، الحاجات الجميلة دي فاحنا طبعا فاحنا بنشجع وبنؤيد جدا المنتج المصري وبنستفز جدا لما الاقي سجادة صلاة ولا سيب ولا مصحف ولا قلم رصاص صنع في الصين ازاي ازاي. فاحنا مش قادرين نعمل حاجه البلاستيك، الاكياس البلاستيك احنا مش قادرين نصنع ده. فده هياخدني بقى مع حضرتك ليه سؤال ان احنا نقوم مصانعنا من اول وجديد. المحله الكبرى فيه كتير منها من المصانع المتوقفه، وفي كتير مش بس دمياط ومشاكل كتير. اصحاب المصانع اعاده بقى هيكله وجدوله المشاكل والديون ونرجع الناس تشتغل تاني، ده احنا محتاجين ايه عشان نعمله عشان نرجع الانتاج من اول وجديد؟ بص حضرتك احنا بدانا النسيج مع مانشستر وقبل اليابان بس 47. تمام. احنا نسيجنا فين وهم نسيجهم فين؟
مفيش مقارنة على الإطلاق. طبعا احنا عندنا مصانع عاوزة تحدث، عندنا فكر جديد للإدارة لازم يتعمل، عندنا تعويم لديون لازم نعومها، البنوك تفك ايدها شوية، قرارات جريئة تتم عشان نوقف الصناعات دي علاجية. لما نوقف الصناعات دي علاجية يبقى في منتج مصري، منتج مصري مش هنستورده ونوفر عمله صعبة، هنشغل عامل مصري. وبعدين اقول لحضرتك حاجة، الرئيس طرح من سنة تقريبا مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتجات صغر، وخصص لها 200 مليار جنيه مصر على مدى 5 سنين. ايه اللي حصل؟ احد اكبر البنوك المصرية عنده 125 مليار لهذه المشروعات، كل اللي انفقه ما يزيدش عن 70. ليه؟ لان العقليات هي كده. والنهارده هم مشكلين مجلس اداره وصندوق ما ينفعش هاتوا ناس اصحاب فكر جديد تتولى هذا المشروع وتبدا عمليات التنميه. وخلي بالكم المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيات الصغر هي اللي بنت اقتصاديات دول، فعاوزه فكر جديد بعيد عن الروتين الحكومي ناس صوار يشتغلوا فيه عشان تقدر بلد تقف على رجلها. طب بس في طرح تاني في الشارع يا سياده المستشار، بالنسبه للشباب اللي بتروح تاخد قروض مثلا من صندوق الاجتماع او كذا، يعني الصندوق برضو احنا هم قدموا كتير مشروعات ناجحه، لكن بيطلب طلبات مكحفه من الشباب، سجل تجاري بطاقه ضريبيه ومش عارف محل بالدايم ولا ايجار، يعني حاجات تعجيزيه عشان ياخد كام؟ 10-15 ألف جنيه لهم هيبداوا صح وفي الاخر خالص للاسف، ودي حاجه فرضه نفسها مش كتير طبعا، مصير الشاب لا بيبقى في السجن لا بيبقى مديون. الاشكاليه دي تتحل ازاي؟ اقول لحضرتك الرئيس اخر ما زهق منهم قال لهم يا جماعه اللي عاوز يعمل مشروع يعمله وادوا له ترخيص وبعدين يبقى يكمل ورقه، ده نمره واحد. وده لازم يتم عشان الناس تعرف تشتغل، مش دواخين يلمونا عشان تديه. ده بقى الحل اللي خارج الصندوق، ده خارج الصندوق، بقى من الدائره بتاعت ال نمره اتنين. صح ده صحيح. فكره التمويل القديم، بص يا استاذ طه عفوا، التمويل عباره عن ايه؟ اللي بيقدمه اي بنك او الدوله هو يسموه ائتمان. ائتمان معناه ايه؟ مخاطره او مجازفه، ريسك، ولكنها محسوبه. هو بيخاطر بس احسبها، ده علم. اذا انت اعطيت فلوس صح لتمويل المشروع وتابعتها يا ممول صح فلوسك هترجع. المتابعه لازم والدعم، الفرص دي لازم. انا سام في دراسات الجدوى وبعض البنوك ووزاره من الوزارات عامله كده، ولازم ادربه ولازم اوفر له مواد خام ولازم اساعده في تسويق انتاجه. وانسى حكايتك اكتفك بشيكات وكتفك بكمبيالات وترخيص والتعجيز ده كله، البلد مش هتتبنى. وبعدين تعالى يا سيدي، انت عملت 200 مليار مشروعات صغيره ومتوسطه ومتناهيات الصغر بفايده كلام فارق 5%، لما يروح منها 20 30 50 مليار ما يرجعوش مش مشكله. صحيح. ما في علم الاقتصاد في فلوس اسمها فلوس مهدره، يعني ده حقيقي؟ يعني في راس المال بيبقى فيه جزء معين؟ لا شوف اقول لحضرتك حاجه، هو لو انت درست الموضوع صح وخدت قرار تمويل صح وتابعت تنفيذه صح فلوسك هترجع، مش ما يبقاش اعتباطي ولا افتراضي كده. لا 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 اهواء الشخص لا يعني. لا لا. بس احنا لازم نراعي ظروف كل هؤلاء الشباب، ولازم نيسر عمليات تمويل ونيسر عمليات مساعدة ليهم للإنتاج. الشاب مش فرحان عشان قاعد على قهوة أو بينام الظهر، مش فرحان. لا طبعا الشباب عاوز يشتغل، ومش هيبني البلد ده دي الا الشباب. احنا عندنا دماء شابه كتير، اكتر من 60% من الشعب المصري شباب، عشان كده عايزين نفتح لهم طرق، يعني مشاريع جديده وطرق جديده يمشوا فيها. عايزين نطمن الناس المشاريع بقى اللي بتحصل دكتور في البلد، وحضرتك بتقيم المشروعات دي ازاي، والواحد ونص مليون فدان، والمشروعات اللي ممكن ان شاء الله يكون للشباب نسبه كبيره ان هم يساهموا وفعلا يشتركوا فيها. اقول لحضرتك احنا بقالنا 30 سنه بنرحل المشاكل. اديك مثال بسيط، الطرق اللي اتعملت في 3 سنين اكتر من 5000 كيلو متر مربع، دي كله كان مترحل يا بنتي، مترحل تراكميه. هي لازم الدوله مفاجاه، مش وليدة النهارده يعني. في كل حاجه بتعمل كويس، طرق كويس، لان مفيش تنميه
من غير بنيه اساسيه. ما انا عايز اقول لحضرتك النقطه دي، لان في شباب يقول لك لا طب ما انا هعمل مشروعات واظبط الامور، طب انا ليه انا مش لاقي اكل واروح اعمل طرق وكباري ما فيش تنميه من غير يا استاذه بنية، من غير بنيه اساسيه طبعا. المليون ونص فدان كويس، احنا محتاجين 4 مليون. بس ملحوظه اقولها وانا مطمئن، شركه الريف المصري عقليه قديمه ما تنفعش. اديك مثال، بقول لك مجموعه من الشباب يجوا ياخدوا 330 فدان كل واحد 10 فدان، تمنهم كام؟ الفدان 40,000، يعني عاوز من الشاب 400,000. قبل ما يستلم الارض يكون دافع 100,000. ده نمره واحد. نمره اتنين، الشاب عشان يزرع ودي صحراء، عاوز شبكه ري بالتنقيط، عاوز مواتير، عاوز الفدان يكلمه 4,000 جنيه. كويس. يبقى ده 40,000 وشويه مصاريف ثانيه وصل 60,000. يبقى الشاب عشان يبدا يحط رجله في الصحراء عاوز 160,000، هيجيب منين؟ انتوا بتفهموا ازاي البدايه 160، لكن المجمل بتفهموا ازاي؟ طب يا دوله ما تدي للشاب العشر فدن دي بمقابل حق انتفاع لمدة 4-5 سنين، لما يقف على رجليه نبدأ نقيم ونقسط له بسعر رخيص وناخد منه قسط. بس نخشى ما نخشى يا فندم ان احنا نلاقي الموضوع اتحول زي مشكلة شباب اراضي الخريجين، تلاقي الناس اخدت الاراضي وما بتزرعش وما بتتحركش، الموضوع تجاري اكتر ما هو استثماري. فاحنا برضو عايزين نحط حد للموضوع ده لو كان في اقتراح حق الانتفاع. انت عندك تجربة النبارية بتاع شباب الخريجين، بدأت بخمس فد للشباب، في اللي ما اشتغلش، في اللي سابها، في اللي باعها، في اللي ما نمهاش الا بعد فتره، وضعها ايه دلوقتي؟ من اجود الاراضي في مصر. لكن اللي ممنوع ايه؟ المساحات الكبيره اللي بتاخدها تسقحها عشان تبيعها. لذلك كان افضل قرار اتخذه الرئيس من افضل قرار الفتره اللي فاتت عمليات استرداد اراضي الدوله من المغتصبين. هذا قرارات الحرب اللي احنا بنقول عليها، قرارات الجريئه اللي هي ما لهاش حل. واسمع يا استاذ طه، بلد في ظروف اقتصاديه محتاجه قرار قوي، قرار حاسم. بالفعل لما تيجي تقول للرئيس على حاجه تقول له اجيبها لك امتى، يقول لك امبارح. مستعجل. البلد مش في حاجه. الوقت بيمر والبلد في حاجه لشغل وقرار جريء. سيادة المستشار، تقييمك للطرح دلوقتي اللي موجود في بعض البنوك او مجمل البنوك ان هي زودت الفايده، وصلت ل 20% على بعض القروض يعني. طيب وبتمول لصاحب المشروع بحوالي 25%، مش دي معادله غريبه؟ طب هو المشروع هيكسب، انا دلوقتي لو خدت قرض من البنك 100,000 جنيه، مطلوب مني اسدد للبنك 25% ب 25,000 جنيه، طب المشروع اللي انا اعمله هيكسب كام؟ 25. طيب اقول لحضرتك رؤيتك بقى. اقول لحضرتك حاجه، اولا ما تقلقش من رفع سعر الفايده، ما تقلقش. تركيا سنه 81 وانا كنت فيها كان سعر الفايده على الليره التركيه 52%. يا اقتصاد التركي عامل ايه الوقت؟ اقتصادات جيدة، بلد البنك. رفع سعر اصل اي بنك رأس ماله قد ايه؟ 1,2,3,5,10 اي بنك. طب هو بيشتغل في كام؟ مليارات. بيجيبها منين؟ فلوسي وفلوسك وفلوس التاني والتاني. المودعين. فلما يرفع سعر الفايدة الإذاعات تزيد في البنوك. احنا عندنا شهادات ثلاثية للبنوك الحكومية الوقت 16% سنويا، عندنا شهاده سنه ونص ب 20% سنويا. فبتيجي الفلوس للبنوك. لما تدخل فلوس للبنوك بتحقق لي غرضين، الغرض الاول بيقل الاستهلاك. بيقل استهلاك؟ ما لما يكون معاك 1000 جنيه زياده. بالفعل. بتعمل ايه؟ بعملت لعزق فيه. صح. ما بتحطها في البنك، تجري على البنك تلاقيه بتدي فايده، فهيقل استهلاك، ده نمره واحد. لما يقل الاستهلاك عرض السلع يزيد. معادلة العرض والطلب يوم السعر ينخفض طبيعي. صحيح مش عامل مؤثر جامد بس موجود. النمرة اتنين، لما حط الفلوس في البنوك ايه اللي بيحصل؟ البنوك بتعيد اقراضها تاني. نيجي للشق التاني بتاع حضرتك اللي هو ارتفاع تكلفة الاقتراض. بنك لما اقرضها ب 25% وانت واخد 100,000
مفروض تسدد 125,000. شوف اقول لحضرتك حاجه، مفيش مستثمر بيقترض من البنوك ربحه بيقل عن 50%، 50 و60 و100 و200 واكثر في المية. البنك نفسه بيكسب. هات لي اي بنك البنوك، شوف ارباح السنه اللي فاتت كام، نسمع 4 مليار و5 مليار و6 مليار و8 مليار. ليه؟ لان سعر الفايده اللي بياخده الفرق بين الدائن والمدين كبير. فانت اطمئن، التاجر بيكسب. نمره اتنين، انا ممكن اعمل حاجه، البنك بدل ما ياخد 4% فايده لا نخليهم 2. ولازم ابحث عن اليه مع المستثمر. يا سيدي بدل ما هامش ربحك يبقى 50% خليه 25%، تقوم الدنيا الموازنة المعادلة كده، وما تقلقش قدامنا المثل التركي سنة 81. طيب احنا عايزين نطمن برضو على الفلاح، لان انا الحقيقة بنشوفهم طول أنا السنة. انا فلاح اصلا. طبعا اجدع ناس يا فندم، بس هم عندهم مشكلة وبيعانوا منها، واحنا مرارا وتكرارا بنحاول نتكلم مع بنك التنمية والائتمان الزراعي ان احنا نحل الموضوع ونعمل اعادة جدولة للديون ونوقف الملاحقات الامنية ونحاول نعمل تبسيط للمشاكل اللي كانت حاصلة، وعلى اساسها طبعا الفايدة المركبة الرهيبة اللي الفلاح مش قادر يتعامل معها. حضرتك تقييمك للموضوع ده ايه، وخصوصا ان اعاده الجدوله والتصالح ده او الصلح ده في مصلحه الطرفين؟ بنك التنميه والائتمان الزراعي خلال السنوات الماضيه كان سيء للغايه، لذلك انا كتبت مقال عنه وسميته بنك تدمير التنميه الزراعيه، مش بنك التنميه، لا بنك تدمير التنميه الزراعيه. مرينا بمرحله الفايده المركبه الكبيره، مرينا بمرحله تدوير الدين والفلاح بيبصم بواقع مش عارف، مرينا بمرحله الشيكات كضمان والسندات الاذنيه ضمان، مرحله بمرحله انه كان بيعمل عقد بيع للبنك، الظلم الفحش اللي وقع لنا. وضع البنك اتعدل. البنك عنده مشكلتين اثنين. المشكله الاولى اللي هو ديون عند الدوله. بالفعل عشان كده حركته وقدرته على التمويل. المشكلة التانية العقلية بتاعته. الدولة صحيح كويسة حجمت سعر الفايدة ما بين 7% و5%، هم عندهم قطاعين تمويل زراعي وتمويل استثماري. استثماري عادي زي البنوك. الزراعي عندك تربية الأبقار ال هم ينقصهم أمرين. الأمر الأول الفكر الحجري القديم بتاع البنوك لازم يتخلصوا منه. نمرة اتنين، اللي ضيع فلوس بنك التنمية والائتمان مفيش متابعة. أنت عندك حتة أرض وعاوزة تزرعي طماطم على خراطيم بتكلفك. مفروض تاخدي فلوس من البنك لحد ما تطلع الانتاج. البنك لازم يقف معاك وانت بتشتري الخلاطيم وانت بتشتري التقاوي. ما دي المتابعة اللي بنقول عليها. مفيش. تحط ايدك في مفيش. دول شوية ناس أبعد ما يكون عن منح الائتمان. بس أنا كان ليا خلف ديون كتير. أيوة. سيادة المستشار، أنا كان ليا حوار مع المهندس عطية سالم، كان رئيس البنك، بنك التنمية والائتمان الزراعي، الكلام ده من حوالي سنة ونص يعني. فهل إحنا بنحاول نعيد هيكلة البنك من تاني؟ يعني هو الفكر العقيم ده، البنك فعلا داين للدولة بمليارات، ودي حاجة تعجيزية للبنك مش عايزها. ثم إن هو ده بنك، البنك الوحيد اللي منتشر، أكبر بنك على مستوى مصر، موجود في كل قرية، مرتبط بفئة فلاحين يعد 60 مليون، يعني أرقام رهيبة. فهنا عدت هيكلة البنك ده، وإن نفكر تاني خارج الصندوق، هي دي الصحوة اللي إحنا عايزينها؟ لازم إعادة هيكلة البنك. الهيكلة الوظيفية عدد كبير جدا، عدد ما بيعرفش يشتغل، لازم تدريب عالي، لازم يفهموا يعني ايه ائتمان ويعني ايه متابعته. مفيش فلاح من اللي عليهم فلوس يا استاذ طه خد يستخدمها في الانتاج الزراعي. اللي خد يشتري بقى ايه، مجوز بنته، واللي خد يشتري مش عارف ايه، بنا بيته وكده واللي واللي. طب ما تتابع انت يا بنك، تابع صح. وانت وانا مش عاوز البنك ده يكسب. البنك ده بنك تنميه زراعيه، مفروض ما يكسبش جزء بسيط من الفايده، 2-2.5% تاخده عشان مخاطر عدم السداد، وكفايه تسدد مرتبات موظف. والدوله مش محتاجه ان تاخد ربح من البنك ده، كفايه البنوك القطاع العام. طب مع المتابعه حضرتك كنت تقترح انه لو لقوا انه ما فيش جديه، كان ايه التصرف السليم؟ ما فيش جديه، يعني اللي اخذ الفلوس اتجوز بيها، بنى بيها بيت، عمل بيها مشروع بعيدا عن الزراعه، كان ايه الاجراء اللي يتاخد، او يعني رؤيه حضرتك لما هو قادم بقى؟ اللي فات ده هم جدولوا
فلوس كتير وحصلوا فلوس كتير بقى لهم شويه. سيبنا من اللي فات، مع الايام هتسدد كلها او بعضها ويعفو منها. الجديد لازم المنح باسلوب علم صحيح، عماده المتابعه. وخلي بالك بنك التنميه ده في القرى، في القرى موظفينه منين؟ من نفس القرية. يعني انت بتقترب من البنك عشان تزرع، هو ساكن جنبك وشايفك ما بتزرعش، ما ينفع. البنك لازم يعاد هيكلته، لازم تسديد الديون بتاعته اللي على الدوله عشان يعرف يشتغل. سيبك من حكايه الهيصه بتاع، عينوا له مفوض عام فاهم انه يشتغل وتابعه، هيساعد في التنميه، هيساعد ما فيش شك. مش لازم الدوله تكسب منه، وكفايه يغطي مصاريفه و2% مقابل مخاطر عدم السداد ويبقى بنك صح. وفي بنوك في العالم تنمويه مش هدفها تحقيق الربح، موجوده في العالم. اتجاه الدولة دلوقتي ان هي للمشروعات الكبرى، ده حاجة جميلة وكويسة، واكيد مردودها هيبقى على الشعب كله. بس احقاقا للحق يا سيادة المستشار، في الشارع ناس بتقن وناس تعبانة نفسها دلوقتي حاجة ملموسة. حضرتك شايف نحل الاشكالية دي ازاي والمعادلة دي تتحل ازاي؟ يعني نفسها في مشروع مثلا، يعني حاجة مش فكرة سريعة او تيجي نسلقها، لا، بس نقرب من المواطن شوية. طيب. نقرب من لقمة عيشه. طب اقول لحضرتك حاجه، اول المشروعات الكبرى دي لازمه للتنميه، واللي بتنفذه النهارده استاذ طه بمليار، بعد سنتين هتنفذه بثلاثه وباربعه. دي قضيه محسومه. وراجع التاريخ كويس بتاع المشروعات والاسعار في العالم كله مش في مصر. لكن انا لازم افتح مجالات عن طريق مشروعات التنميه الصغيره للشباب. انا هديك مثال بسيط، الدوله بتدفع دعم ما بين بترول وبنزين واعانات، سيبك من الناس اللي هم موظفين بياخدوا معاشات، انا اتكلم على الفلاح اللي بياخد له 800 جنيه في الشهر معاه اعانات. انا بعمل ايه؟ بخلق عطاله في البلد بهذا التمويل. انا بدي لحضرتك في الشهر 800 جنيه ودعمك في التمويل انت واسرتك ب 200 300 جنيه ودعمك في الكهرباء تحسبها 1200 جنيه في الشهر او 1500 فلاح اللي عيلته كبير. انا بلاش اديها لك، انا اجي اللي انت بتاخده على مدى سنه او ثلاث سنين مثلا 40-50 ألف جنيه. انا هديهم لك مقدم، بس اديهم لك ازاي؟ في صوره مشروع مدروس، خاماته موجوده، قدره فنيه، سوقه موجود. واقول لك تعالى يا عم الحاج انا بديك كل سنه 1000 جنيه، هذا مشروع ب 36000 جنيه مقدمه من بتاع 3 سنين. وفر لك المشروع، وفر لك خاماته، علمك ازاي تشتغل فيه. يعني الدعم ما يكونش مادي، يكون معنوي. وهديهولك امتى بقى؟ انا هديهولك لمدى 3 سنين بس. بس احنا متجهين النهارده في يوم من الايام هدفعوا عن البطاله للشباب، ما ينفعش. اللي انا هدفعه عناد ده ألمه بثلاث سنين أعمل بيه المشروع. أعمل بيه مشروع. طب إحنا عايزين نطمن الناس، عشان إحنا كنا سامعين عن زيادات أخرى بعد زيادات البنزين، واللي كلنا الحقيقة أنينا منها جدا، وكان ليها دور كبير في ارتفاع كتير من أسعار المنتجات المختلفة. في ناس تقول لك لا، الأسعار هترجع تزيد تاني، وعلى رأسها طبعا المواد البترولية، الكهرباء، المية، وبعض السلع الأساسية. طمنا أخبار الزيادة بتاعت شهر 7 اللي كنا بنتكلم عليها دي. أقول لحضرتك، كل الخبراء في الداخل وفي الخارج وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي كلهم بيتكلموا عن رفع الدعم عن المحروقات، بنزين ومشتقات، كان احدى شروط صندوق النقد والكهرباء. ووزارة الكهرباء حركت، وزارة البترول حركت، وكان متوقع او مخطط حسب ما سمعنا ان في 2019 هتنتهي دعم الكهرباء نهائيا. كويس. وكان حسب ما سمعنا ان هترفع سعرها السنه دي، والبنزين هترفع سعره السنه دي. كويس. خلي بالك، رفع الدعم عن ده قلل الاستهلاك. انتوا النهارده في بيوتكم ما بتسيبش لمبه في اوضه ما فيش فيها حد بتطفيها. الست اللي واقفه تغسل عجه رجيل وفتح الحنفيه نص ساعه ما عادش، لان فاتوره الميه مولعه، فاتوره الكهرباء مولعه. صحيح. اللي عمال يتدلع في عربيته وماشي ملوش لازمه وعنده مواصله عاديه، والله بطل يركب. ده ما بيصدق ساعات بيركنها وبيركب المترو. لا نرتفع كل هي ليها ميزه.
أنا هقول حاجة، ده تقدير الشخص مش معلوم، يعني تقدير الشخص أنا دي مش معلوم. إن السنة دي ما فيش زيادة كهرباء ولا زيادة بترول. معلوماتي الشخصية إن القيادة والحكومة شعر بالناس، وأعتقد مش معلومة برضه إنهم تفاوضوا مع الصندوق على التأجيل، فلن يكون هناك زيادة كهرباء السنة دي ولن يكون هناك زيادة بترول. بس احنا بنقول دايما لما نيجي نرفع الدعم ويبقى عندنا خطة لده وخطة استباقية كمان، طب نعلي مرتب المواطن شوية، احنا هنقلل وهنرشد في الاستهلاك، ولكن ما ينفعش الدعم بيتشال عن الكهرباء وعن البترول ونلاقي ان المرتب هو هو والاسعار اللي بتعلى دي، يعني الالف جنيه دلوقتي اللي كانوا مثلا سيبيت صرفوا في اسبوعين ثلاثة مثلا دلوقتي بيتصرفوا في اقل من اسبوع. فاحنا عايزين نزود دخل المواطن الى حد ما وبعدين نفكر في رفع الدعم. زيادة دخل المواطن ما هي زيادة المرتبات، انت عندك 6 مليون ونص موظف وشوية بياخدوا كام؟ قول 220 230 مليار. ده في الحكومة بس مش في القطاع الخاص. الحكومة فقط دول ما لهمش لازم. اه يعني احنا في حاجة ربع العدد ده او نص. حضرتك دايما بتطالب انك تقلص العدد 2 مليون بس. لازم يقلص. ومشكلة تعيينات جديدة بلاش منها اللي يمشي. طب يقلص والأربعة والمليون يروحوا فين؟ ما احنا نحط حلول ولكن يروحوا فين؟ أقول لحضرتك حاجة، هم عملوا فكرة المعاش المبكر قبل كده، الحكومة عملتها عشان لما تطلع حضرتك مبكر وتاخد لك قرشين تطلع تعمل بيزنس خاص بيه. كل الناس اللي دخولها قليلة مش الحل زيادة المرتبات يا بنتي، الحل زياده الانتاج. الناس اللي مرتباتها قليله يتاح لها، اللي متدخل واللي معاش مبكر واللي مقترض يتاح لها عمل مشروعات يسيره تزيد الانتاجيه وتزود دخل. في ده ناس الحل. في ناس ما تعرفش تعمل هيكله المشروع بالشكل الصح، فبالتالي بتلجا انها بتفضل عايشه على المعاش، فبتفاجئ الشخص اللي مثلا مرتبه 4-5 آلاف جنيه يلاقي لا خلاص المعاش صفصف على 1000-1200 جنيه بالكتير، فبيعمل فجوه كده. فجوه رهيب في اسلوب الحياه وفي طريقته في المعيشه، لما تكون اسره مكونه من 4-5 أفراد بيصرفوا 1200 جنيه في الشهر. يا ستي الناس حكومه ولا قطاع خاص ما بتشتغلش. سيبك من التقارير اللي بتقول موظف الحكومه بيشتغل كذا دقيقه في اليوم، لا ما بيشتغلش، قليل من القطاع الخاص اللي بيشتغل. طب انا ازيدك يا استاذ مستشار من الشعر بيت، يعني في تقرير طالع لان الموظف المصري بيشتغل بالفعل 37 دقيقه من مجمل 6 أو 8 ساعات. وفي الاخر خالص ياما بتكلمه بيقول لك اصل على قد فلوسهم. يا سيدي ان كان على قد فلوسهم انت اشتغل على قد ضميرك. فيعني انا اديك مثال بسيط، اي خزنه في اي محكمه اللي بتاخد رسوم للدولة هو معيد عمله من الساعة 2:00 12:30 بيقفل، بتقفل ما بيقبلش. كويس، القضية قضية عمل. هديك مثال يا استاذ طه، في شركات أجنبية في مصر بص لها موظفين بياخدوا سيستم ونظام صح، بيشتغلوا كم ساعة في اليوم، خد المقابل، بيشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات بالفعل. لا طب 10-11 بيشتغل. قضية عمل. موظف اللي في القطاع الخاص او في الحكومه لازم يبحث عن عمل تاني وتالت ورابع، ماهوش عيب. انا ساعات اركب تاكسي يقول لي انا مدير عام في الحته الفلانيه، وماله، مش عيب، ده شرف مش عيب. ويجب الدوله ترفع القيود على موظف الحكومه في العمل الخاص اللي ملوش علاقه بعمل. هم احنا كمان موظفين الحكومه عندنا مشكله كبيره معاهم، الروتين والتعقيد والبيروقراطيه، وفي منهم عندهم اميه، بس مش اميه القراءه والكتابه، اميه التكنولوجيا. في كتير من المؤسسات والهيئات لسه ما دخلهاش الحاسب الالي، ولسه بيتعاملوا بمبدا المستندات والملفات. أقول لك حاجة تفضل. احنا دولة قديمة، احنا من اوائل الدول في التاريخ. نسبة المتعلمين عندنا كتير جدا. من ايام حكومة نظيف واحنا بنسمع الحكومة الالكترونية ماشي، ما اتفعلتش. حكومة الالكترونية بس ما شفناهاش. تعرف السعودية كله الكتروني. فرق بينهم وبيننا في التقنية الامنية 100 سنة. ليش سياسة الشباك الواحد 100 سنة؟ لا تقصير الوقت وشباك ايه، ما عادش شبابيك، كله على الكمبيوتر.
خدمتك بتأديها على الكمبيوتر. احنا لسه السجلات والقلم الكوبية كان لحضرتك تصريح صادم وحضرتك تحمل بقى مسؤوليته وقلت ان مفيش فقير في مصر. حضرتك اللي قلت ده مش انا انا بوضح بس للساده المشاهدين يعني مفيش فقير في مصر ازاي. يا بنتي هاتيلي واحد في مصر بيبات من غير عشاء. في كتير يا فندم. مفيش. ده في ناس بياكلوا من القمامة. مستشار في ناس بياكلوا من القمامة. فقير يعني بحسابات الفقير في مصر هو العاجز عن العمل. الشخص اللي ما يقدرش يشتغل عاجز ده فقير. بس حضرتك انزل العشوائيات في ناس في العشوائيات كتير ما مش قادرين تصنيفها بالناحية الاقتصادية. سيادة المستشار بيتكلم ان انا عاجز عن العمل ومليش دخل يبقى انا كده فقير. الدولة ما دون ذلك ما دون ذلك لازم يشتغل كله. بس من الناحية الاجتماعية يا فندم ودي الناحية اللي تهمني وتهم الناس وتلمسنا كلنا انه فعلا في طبقة كتير من الناس كادحة. انزل العشوائيات انزل الاماكن الشعبية اللي مش هقولك اللي هي في الحضيض لا يعني اللي هي بمستوى 5-6% هتلاقي ناس كتير قوي واحدة معاش جوزها لا يتعدى 400-500 جنيه هو كده متعايش. فلا في فقرة في وفي كادحين في اللي معاش جوزها 300-400 جنيه وثلاث اربع اولاد وعلمتهم وفي الجامعات وبتشتغل وبتشتغل في البيوت. الشغل مش عيب. انزلي على الكافيهات والقهاوي شوف حجم الناس اللي قاعده عليها وبيقعدوا امتى. الفقير هو الشخص الغير قادر على العمل ودي مسؤوليه الدوله. لازم تاكله وتشربه وتعالجه وتعلمه توفر له حياه كريمه. الشخص القادر على العمل ما تقوليش ما فيش شغل في مصر. انا مع حضرتك في ده واكبر دليل على ده ويمكن دايما كنا بنقول الموضوع ده انه التجربه السوريه لما السوريين جم وانتشروا جدا في مصر وانا بصراحه انا كنت بقول ده ومش زعلانه ان انا بقوله اني ببقى غيرانه. هم اهلا وسهلا بيهم ومصر طبعا بتحتضن الوطن العربي كله واشقائنا السوريين على راسنا من فوق ولكن انا ببقى غيرانه انه ليه ابن بلدي ده ما هو اللي ما ابتداش بالخطوه دي وراح اشتغل في مطعم راح اشتغل في بنزينه. لا احنا للاسف الشديد هم عملوا اللي احنا كتير مننا ما قدروش يعملوه. نزلوا اشتغلوا اي حاجه وكل مشكلة حاجه فينا بالظبط فينا هاتيلي واحد سوري في البلد اطلع. اولا كل السوريين اللي بيشتغلوا في مصر واللي عندهم انزلي وسط البلد شوفوا ولا اكتوبر قد ايه ولا جامعه اكتوبر الشباب كله واللي بيزيدك غضاضه يعني هو مش حاسد غضاضه ان المصريين بعد ما المشروع يتفتح بيشتغل على اللي عنده او معاه يعني تجاوزا. لا وعايز اقول لك بقى كمان اللي يزيدك برضو غضاضه زياده عن اللزوم ان تلاقي حاجتهم حلوه وانا مش بعمل لهم دعايه انا احنا احسن طبعا بس حاجتهم حلوه اكلهم نظيف. لا انا بشوف دايما في كل الاماكن اللي بروحها وخصوصا كمجال احنا كسيدات التجاره او يعني كمجال السيدات الشوبينج بتاعنا مجال العبايات الفساتين السواري الحاجات دي انا بقيت اتليهات كتير اخش اتفرج الاقي اصحابها سوريين واللي بيشتغلوا سوريين. طب احنا فين؟ وكمان مع حضرتك بقى المنسوجات بقى القمشه البطاطين كل المعارض السوريه اللي بنشوفها والقمصان كله احنا فين من ده؟ ده احنا العيب فينا احنا. يعني احنا المحل ده احنا عندنا القطن المصري ده ما لا يعلى عليه. المواطن اللي هو العادي بيحس بقيمه القطن المصري لما يلبس حاجه ميدين ايجيبت كده و100% قطن بره مصر بنجيبها من لندن بيتجننوا الدول العربيه ميدين ايجيبت بالظبط قطن مصر بالظبط. هي المشكله فينا احنا لازم نشتغل وكل الناس تبطل ثقافه راحه ثقافه انها ما تشتغلش. لازم كلنا والبلد دي مش هيبنيها حد ليك ما حدش بيديك قرش لوجه الله ومش هنعيش نشحت من ناس. لازم نشتغل. انا اعرف ناس في مصر ستهم سنهم تجاوز 60 سنه وبيشتغل. شبابنا قاعد ليه؟ لازم. صحيح. شرفتنا سياده المستشار استمتعنا بحضرتك ووجودك معانا خدنا جرعه ثقافه وطنيه وان شاء الله تعالى النجاح يا رب ان شاء الله يكون العنوان لمصر ولشباب مصر. ربنا يحفظ مصر ارضا وشعبا وقياده باذن الله. استمتعنا بوجود حضرتك. بكرر شكري ليك انك شرفتنا في شهر رمضان. شكرا فندم. نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا المستشار عبد الفتاح سليمان مستشار قانوني وخبير اقتصادي ومصرفي. شكرا جزيلا ليك نورتين. كل سنه طيب. وحضرتك طيب وبالف خير. مشاهدينا احنا مش بنقول في رمضان ان الاسعار هتفضل كده نار. لا احنا هنقول ان احنا ان شاء الله بنكمل ومكملين مع حضراتكم في مجابهة ومواجهة جشع التجار وجشع الضمائر اللي ما بقتش فعلا عليها اي سيطرة وعلى عليها اي حكم غير الجشع والطمع.
احنا من حقنا ان احنا نلاقي اكلنا كل يوم باسعار مخفضه على قد مرتباتنا، ولكن في نفس الوقت برضو واجب علينا ان احنا نخفض استهلاكنا، نعمل سياسه المقاطعه في بعض السلع. ما متناش يعني لما قللنا المكسرات اللي اسعارها جنونيه، لما اشتري كيلو فستق ولا كاجو ب 700 800 جنيه ليه؟ ده انا كده مقارب جدا من جرام الذهب. ما بقاش في حد بياكل الحاجات دي، واحنا عندنا سياسه وثقافه الاستغناء، ده اكيد هيعوضنا ويقلل الاسعار ان شاء الله. مكملين مع حضراتكم فقرتنا في خيمتنا الرمضانيه، ولكن بعد الفاصل. شكرا.